بين سينتا كرم والأرابيان نايت. عربتك بدك على طبلت وينك دم دم كان من تحت أسفلتك طلعت مزيكا تعبر لك من شعرك وشرعك من جوه أصلك يجمع لك كل حروف لغتك كلمات بتعبر عن فكرك ورش هو الراس لو للراب العربي إس والفرسان هم العرب لو للراب المصري إس بالإيقاع الفنان بيركب كلام على الريتم دماغي قفشت فطلبت أعبر ميديا فكسيت فحكمت من سايكو الراب العربي لذوقك يغير للشعبي الحقيقي نحير أي مكان زمان وين بواجه أي رهان ما يتنطى السلبية دي مفروض يدفعني قدام وكلام للإنتاج اللي خلى الفن مات بس الراب كيكون راب هيخلي عيش الكهباء Heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And then he was this young boy. A stranger to my eyes, strumming my favorite finger. Filling my life with his words. Two times. Killing me softly with his flow. Killing me softly with his flow. Telling my whole life yeah. with his rhyme. With his flow yeah. Yeah. Sphinx! Hey yo, I rock the party, move that thing, shake your body, move your brain, keep it bopping off the chain, keep it bopping, it remains. It's hop in the game, it's changing, the name keeps banging, but the same shit's playing on the radio, in the video. Man, it's pitiful, critical, have my flipping though, with the burial, all the whack, commercial rap, purple attack, taking it back, with the narrow back, twist on it, real Sonic, I got it, and you want it. And I flown it. Real artists speak on it. I be about it. I'm blind up in line to sound bombing. Oh no, Houston, we got a problem. Mics rocking, rhymes dropping, drama sober. It's getting hotter than lava. Somebody gotta stop me. Sphinx, homie, don't know. Ask somebody. What's up? Drumming my bay with his finger. يديكوا حاجة قديمة إعادة الإعادة أنا معنا مش مصيبة كلامي على ورقة تشوفوا عنصر عمرو غير كلام لما جيت قلت شوف على المايك وش الغنى استنى عاجز نتأكد دي سلالة بيعني على كل اعتذار الفكري على كل فاشل بيغني فانا والفن اتقلى أعرف إن إحنا السبب ولو الفن هبط يبقى رجعنا راجع كفاية بقى مستنسخة هيفا جمل هيفا هو العين اللي بنصيبه واو يو هولا إيه اللي قلته عني عجبك أو ما عجبكش هطلع مايك وغني اسأل عنا حتى We'll be right back.
lovely with his flow. Softly. أهلا وسهلا فيكم. سنتا كيفك؟ بشرفكم. خبروني شو هالخبرة لما فنانين مختلفين من مناطق مختلفة كل واحد عنده باكجراوند موسيقى مختلف وحطيتوهم مع بعضكم. كله مزيكا في الآخر. كله مزيكا في الآخر. كله مزيكا. أحلى إحساس بالعالم. طبعا غني هاي مجرب هاي مع هاي اوكي وطلعت شيء يعني نحن عم ننبسط نحن عم نغني كنا كتير فرحانين. جمهور حبيتوها. ابو فلوس كيفك؟ قبل اي سؤال بيروت انتو اجمد جمهور وقفنا وصادوا في التور بتاع السنادي. ابو فلوس كيفك؟ زي العسل. كيف وين الفلوس بهالمصلحة الموسيقية؟ الفلوس في المخ دايماً. ما جوا المخ هو اللي بيطلع الفلوس. هشام أنا ما بحياتي كنت رابر. بقى فسر لي إذا بدي أجيب صباط أكبر من قياسي، بدي تيشيرت كتير كبير، افتح شو مفروض أعمل هيك لفوت بجو الراب؟ باللبس ولا أي حاجة زي كده، هي كلها الأداء بتاعك على المايك وفي الأغنية. هل أنت تعرف تعبر على جواك على المايك بشعر على البيت وعندك ريذم ولا لا؟ الهدوم والحاجات دي كلها لا علاقه لها بالمزيكا. هلا اذا اللي انت عايزه ان شاء الله لو جلابيه صح. اذا بنحكي جديا شوي، شو مستقبل الراب بالدول العربيه؟ تقول انت ولا اقول انا؟ مستقبل الراب ان في اوريدي ناس كتير جدا في الشرق الاوسط بتسمع الراب وفي قاعده جماهيريه عريضه جدا، بس للاسف مفيش دعم من الميديا ومن السبونسرز لحفلات او لايفنتات بحيث ان الرابرز مثلا من مصر يروحوا يجوا هنا لبنان باستمرار ويغنوا، والعكس صحيح لان في هنا رابرز في لبنان زي مالكه وزي مين تاني؟ في دي جي ليثل سكيلز، فريق الاطرش، كتير 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 معروفين وبيجوا مصر يغنوا، بس لازم يكون في ناس كتير في السبونسرز بالذات في الميديا بيدعموا الموضوع ده وبيحطوه على التلفزيون باستمرار وفي الراديو باستمرار، لانه بيعبر عن الناس اكتر من اي مزيكا تانية دلوقتي على ما اظن يعني. وغير كده برضو عملنا جروب اسمه Arab League All Stars، مجمعين فيه اقوى الرابرز اللي موجودين في الوطن العربي كله، ودايما لازم نعمل تراكس كلنا موجودين فيها مع بعض عشان كل الفانز يعرفوا اللي من مصر واللي يعرفوا من المغرب واللي يعرفوا من لبنان. على كل حال مهمتنا بترتتا انه يكونوا هالمواهب موجوده على هيدا المسرح مع بعضها باغنيه غير شكل عم نسمعها للمره الاولى. سينتيا، شو الصعوبات يلي واجهتيها لما قررت انه تدخل الفن؟ مزبوط اشتركت بمسابقه على التيفي، ولكن من بعد ما خلصت المسابقه في صعوبات، ما هيك؟ مش ما بتنفتح كل البواب بهالسهوله. شو هن هالصعوبات يلي انت واجهتيها واللي بالاجمال بيواجهوها الاشخاص يلي بدهم يبلشوا؟ انا الحلو انه وقت اللي انا درست بالجامعه انا عملت مسرح، فتت على الدومين عارفه انه انا فيت على طريق مسكر، بس قلت انا بدي اعمل ما باسيون، يعني ماي باشن، شغفي. وبعدين وقت فتت على برنامج الهوات فكرت انه وصلت للي انا بدي اياه وانفتحوا كل الابواب بوجهي، واذ انصدمت انه اللي بيعلى بسرعه بيقشط بسرعه وبيقشط بقوه كثير كبيره. رجعت رجلجت حالي ورجعت قلت انا رح ارجع بلش من الصفر، هيدا اصعب شيء انك تقبل تبلش من الصفر. دونك رجعت بلشت من الصفر، رجعت فتت على الجامعه، رجعت كملت علمي وشوي شوي وبعدني لليوم شوي شوي درجه درجه عم بدعس دعسات ثابته بالارض حتى ما ارجع اوقع راسي لانه بتوجع. بتوجع كثير. اليوم ما حدا رح يوقع راسه، اليوم باقيين انتم باقيين معنا، صارت ترتتا مكمله ولكن بعد هالترتتا بريك. اشتقتلكن، رح نسمع منكن علي صوتك مع يساف. شباب يلا. علي صوتك بالغناء
لسه الأغاني ممكنة. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. ولسه ياما 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 في عمرنا وعلي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. بجد الهيب هوب في الحتة اعمله زيطة براس مرفوع اكتاف مفروضة عاملة حيطة دي دخلتي عالمزيكا اصل البنت بيضة وانا اللي كسبت الصيدة فيا كلمة رخي رخي على النغمة تبخي مخي بافكار تغزي روخي وعلى الغيرة تخي تخي وتحط عليها تحط عليها من ساعة ما ابو الفلوس جاب جاب رجليها عملنا الموضة اسالب سودا قرب ليك بتغزيك واللي بيكره زي اسمه مهلكا اصل اللي بيكرهك حبك باسلوب غلط انا شايفك لفة شيك شيك مايكروفون شيك عشيك شك شوك اسلوب راب شيك ران جيجي شك مايكروفون شك بلدي يا ولدي هيب هوب شعبي على ابو فعارفين مين عرب لي عارفين مين عرب لي ولو فيهم راح تنكسر لازم توب واقف كما النخل باصص للسماء للسماء ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخل في ال... يلا شباب علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك لسه الأغاني ممكنة ممكنة. Sphinx something like a poet from Cordoba mic in my hand and it's off over more with more soldiers orchestrating the take over like Beethoven and Jehovah giving the game a makeover game over rain over the terrain Range Rover I have told ya thought I told ya this a new disorder, sicker than a bowler, cooler than a polar. Never wanna dance, that's poker. Supernova, shooting stars with the same old cycle of bow, throw, forward, constricted, dictable rhyme. Way ahead of my time, like Zaza. I'm about my breath, but just been over your head like new era. Hotter than the Sahara when I'm on my Jacob Vera. Revolutionary Arab, Islamic, taking it back to the days I learned the loose from Spain. I'm a pallid. تهز قلبي اللي انفرح تداوي قلبي اللي انجرح اللي انجرح بغنوتك وسط الجموع تهز قلبي اللي انفرح تداوي قلبي اللي انجرح اللي انجرح ترقص ارقص غصب عني ارقص غصباني غصباني أرقص ترقص أرقص غصباني أرقص ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلف يلا طب علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. احنا يا ابن ساحة وباصي حديدة البارة معاكم ساحة شارع الشارع الشعب ولما بخ
نار الحديد الحديد معاه حكاية الربر العربي جوايا من قبل وما تشوف الدايه طفخينا الطبقات والحكايات بالمولة كل الشخصيات والنفسيات بالمولة فوز وفات عالسريع بالمولة سيد الشهيد للشهيد بالمولة من اللي جبت كسب تعمل لك انا كريم الابيض تسالني سيف حامد امي والغزه منه قضيه كل اللي شوف لحاجه المولد صدر صدر كلمه كلمه انه مؤكد زعفة جامدة يلا يلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم. مؤخرا كنتوا بمهرجانات مهمة كتير ومثل ما فهمت التقيتوا بناس انا بحبهم كتير بول ماكارتني الى اخره بس بليز خبرنا عن هالتجربة. احنا كان التجربة جت ان احنا كنا بنمثل الوحيدين اللي بنمثل الشرق الاوسط في مهرجان افريكا اكسبريس اللي بيجمع كل نجوم العالم بالاخص افريقيا واحنا اول مرة اول حد يمثل مصر في المهرجان ده واول مرة بول ماكارتني اصلا يشترك فيه فعلى حظي ان احنا اشتركنا معاه في اغنية واحدة هو واحنا وليد زيبلين وديمين البرن ومهرجان كان تمام اصحاب يعني مثل ما نحن قاعدين هون قاعدين مع بول ماكارتني مع بعض وبنغني على المسرح بعد كده شو قلت له لبول انا اللي اتكلمت مع بول في الحكايه دي انا قلت له انت تسمع مزيكا عربي تعرف عن مزيكتنا حاجه قال احنا عارفين ان انتوا العرب عندكم ريذم كتير بس انا مش عارف اسماء ليد زيبلين بقى من الناحيه الثانيه المغنيه المفضله بالنسبه لهم في العالم كانت ام كلثوم ودي المفاجاه ام كلثوم ليد زيبلين ومحمد عبده صح مظبوط انه اشتغلتوا بالسينما مظبوط اشتغلنا في فيلمين جنينه الاسماك مع يسري نصر الله المخرج الاسطوري يسري نصر الله يعني وورقه شفره بس كنتوا يعني كنتوا كفرقه او كنتوا كاشخاص كل واحد لوحده لا احنا كنا كفرقه بس احنا نسعى لان نمثل كل واحد لوحده ادوار مختلفه عن الراب شويه شو صعوبه واحد يكون بتريو يعني انتوا باند انتوا فرقه كل واحد عنده فكرته كل واحد عنده اشياء بيحبها كيف تتفقوا كيف تتخانقوا لا عادي عادي هي دي الميزة ان كل واحد مننا مختلف عن التاني في الريذم بتاعه في اسلوبه في الراب في المواضيع اللي هو عايز يتكلم فيها فبنحط كل واحد مننا وجهة نظره تخيل بقى كل الاساليب دي متجمعة في تراك واحد بس في ناس بيقولوا ان الراب منه غير تقليد تقليد لشيء عم بيصير بالغرب وما بيعنينا نحن لا 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 هنشرح لك لا 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 الشعر بتاع العرب الشعر بتاع العرب احنا اللي بدأناه احنا الراب هو ريذم اند بويتري البويتري اختراع عربي صرف احنا كل اللي عملناه ان احنا اضفنا اليه مزيكا ان احنا بنعمله على مزيكا وده كان بيتعمل زمان في السوق عكاظ كانوا بيطلعوا على الدف ويطلعوا يعملوا مناظرات او باتل لبعض فالمزيكا دي مش غريبه علينا هي خرجت من عندنا ورجعت لنا مره ثانيه فينا نقول انه انتم كنتوا جزء من الثوره المصريه لانه بلشتوا تحكوا بثوره قبل الثوره بأغنيات بمواقف بطريقة الأغنية اللي عندكم إياها احنا بدأنا من 2006 بنتكلم على الثورة في أغنية بريزنر وريبال والأغاني دي كانت موجودة في الموبايلات في أثناء الثورة بس المفاجأة إن بريزنر كانت اتعملت أثناء الأحداث اللي حصلت في لبنان 2006 فالأغنية أصلاً كانت مستوحاة من اللي حصل في لبنان وبقت زي ما تقول رمز للمقاومة عندنا فالأغنية نفسها رجعت تاني بقت رمز للمقاومة لما احنا عملنا الثورة في 2011 واستمرت لغاية 2012 و 2013 والأحداث اللي حصلت بعد كده وإحنا أجلنا جزء من التحرير كمان منها كنا بنكتب بعض الحاجات اللي كان الناس بتنشدها وكنا طبعا بنتضرب زي ما الناس بتتضرب وبيحصل فينا كل اللي بيحصل في الناس يعني لحدي دلع بحالة اليوم يلي كان فيه ديوات يعني كان فيه سولوز كان فيه ديوز بين هالفرق هلأ بدنا نطلع درجة ونعمل تريو يعني الأرابيان نايتس مع سامر ومع عامر راح يغنوا مع بعضهم بابوري رايح رايح
خليكم معنا. بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي بابوري رايح على بيروت رايح يجيب مرجان وياقوت بابوري رايح على بيروت رايح يجيب مرجان وياقوت على البعد يا حبيبي رح اموت يلا الحقوني بشربة مي وطالعة من بيت ابوها رايح البيت الجيران تركي ما سلم عليها يمكن الحلو زعلان طالعة من بيت ابوها رايح البيت الجيران ترك ما سلم عليها يمكن الحلو سيلا قلت لها يا حلوة رويني على طولي تفرجيني قلت لها يا حلوة رويني على طولي تفرجيني قالت لي روحي يا مسكين قالت لي روحي يا مسكين مين ما يروي العطشان ودخل الله عجل يا بابور عدك قلبي لف ودور دخل You the grips and anaconda. So I ponder, let them ponder. How they gonna make it if they can't keep getting stronger? Conquering stronger, money getting longer. Throw like Vince Alarm, I meditated mantra. Karma, you are never big to fall. Ha ha ha, I'm right. مزيكا بقيت ماشي طريقي تدي زوبة زقة أنا أبع الزحمة لا كل زوقة جاهول الموج أنا كيف وسط الهوجة فارس جوي بارس لو عايزة فردارس ناديني زي مريم فارس الإسفاف نازل لدماغ ناشف كان حاسس نفس الإحساس لازم آسف بس توباد الرابع المشاري كل نفسه يبقى شريكو يكون في فريقو هرب الترتيبة صعب تعيدو جاس لحين تحريكو من أوعى وصوبة صديقو مستهم لحد ما تزمي براتك ولما تزمي براتك أكون وراك مرقبك فجاش يا شو انتهى الشو اللي مش حقيقي حط نطاك على الأرض وإيده فو والحين بيجي جدو ياخد من أغاني يا بابو أقوى هيفا بديلة لعنى الصف دخل الله عجل يا بابور عدك قلبي لف ودور دخل الله عجل يا بيني وبينك سبع بحور يلا الحقوني بشربة مي قلت لها يا حلوة رويني عطشان مية سقيني قلت لها يا حلوة رويني عطشان مية سقيني قالت لي روح يا سقيني قالت لي روح يا مسكيني عيون عيون الغزلان من بيت ابوها رايحه بيت الجيران ما سلم عليها يمكن الحلو زعلان وطالعه من بيت ابوها رايحه بيت الجيران مرك ما سلم عليها يمكن الحلو صعلان
الموسيقية. وبشكر طبعا ضيوف المميزين اليوم، أهلا وسهلا فيكم عامر زيان، إيساف، سامر مارون، أصيل بساطة معرفتك، سينتا كرم تركتنا، والأرابيان نايتس. برجع بشوفكم قريبا إن شاء الله، إلى اللقاء.